نزل مع مصارع من قبرص في وزن 60 كيلوغرام. يلتحق بنا من هناك طبعا زميل أجل زميلتي ابتسام. أجل زميلتي ابتسام، مرحبا بكم مجددا في هذا النزال وفي أجواء منافسة الجودو في يومها الأول. الآن على البساط الأول المصارع الجزائري بلال يعقوبي الذي يصارع المصارع القبرصي في وزن أقل من 60 كيلوغرام في هذه المنازلة التي تشاهدونها على المباشر. النتيجة متعادلة 0-0، ولا مصارع تمكن من تسجيل أي نقطة. متبقي الآن الحكم ينذر المصارع القبرصي لرفضه العمل. متبقي دقيقتين على نهاية هذه المنازلة التي يملك فيها المصارع الجزائري بلال يعقوبي كل الحظوظ لحسمها والمرور إلى الدور الثاني بالنظر إلى مجرياتها، باعتبار أنه يحظى بدعم الجماهير في هذا النزال، وكذا أنه حضر جيدا. لقد سبق لبلال يعقوبي وأن سجل العديد من النتائج الإيجابية في المنافسات القارية. بلال يعقوبي عثمان الآن على البساط وهي حظوظ هذا المصارع. حد الآن نشوفوا باللي منازلة متكافئة بين مصارع يعقوبي والمصارع القبرصي كيكروس. إن شاء الله يا ربي من خلال انه مجريات المقابله انه بلال متفوق بعلامه شيدو اللي تحصل عليها القبرصي، ان شاء الله يا ربي يجي لي هذا الكومبا بدون تسرع ان شاء الله يا ربي، وعنده حظوظ كبيره باش يتاهل للدور الربع النهائي ان شاء الله. خصوصا التسرع اللي وقع فيه كثير من المصارعين لانهم ربما في ثواني تكلفهم غاليا. على المصارع الجزائري بلال يعقوب ان يتحلى بالتركيز وان يواصل العمل، سيما وانه متفوق على المصارع. زاد حصل المصارع القبرصي على شيدو ثاني، ان شاء الله يا ربي تجي ليها المصارع يعقوبي وتزيد يتحصل القبرصي على الانذار الثالث واللي يعني طرد من المقابله. هنا نشوفوا بلال يعقوبي يطاكي بلو تكنيك تاع سبيسيال موروطي. حتى نوضح لمشاهدينا الكرام انه في حال الحصول على الانذار الثالث يعني كوسوكوماكي يعني اقصاء المصارع القبرصي، وهذا ما نتمنى حدوثه ان لم يتمكن بلال من تسجيل حركه في هذه المنازله. ان شاء الله يا ربي. كما يقول لك دروك بقى ترافاي تاكتيك اللي يخلي بلال يعقوبي يجيري هذه الدقيقه اللي بقات من المقابله، وان شاء الله يا ربي يتحصل المصارع القبرصي على انذار ثالث بدون دخول في الريس كما يقول لك، اللي كما قلت انت رياضه جيدو رياضه التركيز اللي قادر في ثواني تضيع مقابله كانت في اليد. محاولة خطيرة من المصارع القبرصي لكن صمود من المصارع بلال اللي بقات له بعض الثواني لنهاية هذه المنازلة 55 ثانية. في حال نهاية النزال بهذه النتيجة وحتى بالرغم من أنه المصارع القبرصي متحصل على إنذارين، إلا أنه سيتم اللجوء إلى الوقت الذهبي لأنه يجب على المصارع أن يسجل بحركة حتى يفوز بالمنازلة أو يكون الإقصاء من طرف الحكم عبر شيدو ثالث، يعني ما يعني كوسوكوماكي. هكذا عثمان. نعم هناك 40 ثانية لازالت متبقية، إن شاء الله نأمل أن يسجل بلال يعقوبي علامة أو يتحصل المصارع القبرصي على إنذار ثالث ليخليه يقصى من المقابلة، وإلا سيتجه المصارعين إلى شوط إضافي للوقت الذهبي اللي يعني أنه أي مصارع يسجل فيه علامة يعني تأهل مباشرة إلى الدور الربع النهائي. عثمان، من حيث التسيير المنازلة نلاحظ أنه المصارع بلال يعقوبي من حيث المسكة أو الكيميكاتا كما تسمى في الجيدو أحسن بكثير من المصارع القبرصي. نعم. الذي يحاول التهرب وهو الأمر الذي كلفه الحصول على إنذارين شيدو، يعني هو الآن لو يرفض العمل مرة ثانية سيتعرض آليا للإقصاء. الإمكانيات البدنية
والحضور الذهني للمصارع بلال يعقوبي خلاته يفرض سيطرته على المنازله اللي هنا نشوفه باللي هو يحاول مرارا وتكرارا تمرير حركه مروطي، في حين ان المصارع القبرصي يكتفي بالدفاع اللي هو اللي خلاه كلفه اندارين. وان شاء الله يا ربي تبقى هذه المنازله في هذا المسار ليتحصل المصارع القبرصي على اندار ثالث وتاهل مصارع بلال الى الدور الربع النهائي ان شاء الله. نهايه الوقت الرسمي لهذه المنازله والمرور الى الوقت الذهبي، كل شيء الابواب مفتوحه على كل الاحتمالات، ربما قصر قامة المصارعين يجعلهما مضطرين للتوقف عن القيام بالحركات، لأنه ربما الواضح أنه كلا المصارعين درس بعضهما جيدا، كل واحد يعرف نقاط قوة المصارع الآخر. أنا أتوقع شخصيا أن يتم فصل في هذه المنازلة عن طريق العمل على البساط. المصارع القبرصي يحاول إدخال حركة هاري غوشي، لكن صمود من المصارع الجزائري بلال يعقوبي الذي تفطن لهذه الحركة وحرم المصارع القبرصي من تسجيل نقاط. لكن الآن بلال يعقوبي مطالب هو الآخر بالقيام بحركة حتى يسجل وينهي المنازلة، لأنه كلما طالت المنازلة وزاد وقتها يزيد التعب ويزيد فقدان التركيز، وهو ما ليس في صالح مصارعنا بلال يعقوبي. نعم، الآن ربما الحكم سيمنح إنذار للمصارع القبرصي لأنه يرفض العمل، وهذا ما يعني كوسوكوماكي، أي فوز المصارع الجزائري بلال يعقوبي في انتظار قرار الحكم، سيما وأن المصارع القبرصي أحس بأنه مهدد بالإقصاء كما تتابعون في الصور، لأنه الآن حتى لم يقوى على الوقوف في انتظار قرار الحكم الذي سيتخذه رفقة لجنة التحكيم التي تعطيه التعليمات من الطاولة حول القرار الأخير أو العقوبة. عثمان، ممكن فيه إقصاء للمصارع القبرصي؟ خلال الحركة اللي قام بها المصارع القبرصي سيتحصل على إنذار ثالث إن شاء الله ليسمح لبلال يعقوبي بالتأهل للربع النهائي. وهذا نعم الحكم فعلا يمنح الشيد الثالث للمصارع القبرصي وتأهل للمصارع بلال إلى الربع النهائي. الحمد لله يا رب. شكرا، مبروك على بلال الذي فاز مثل ما كان متوقعا، لأنه تواصل المنازلة بهذا الشكل ورفض المصارع القبرصي للعمل كان سيكلفه طبعا الإقصاء، وهو ما حدث بالضبط. مبروك لبلال يعقوبي، ونتمنى التوفيق لباقي المصارعين في هذه المنافسة التي فاز إلى حد الآن فيها مصارعين جزائريين وانهزم مصارعين. بالتوفيق لباقي المصارعين الذين هم سيدخلون المنافسة في هذا اليوم وفي اليوم الثاني. لا أدري، ربما إذا كان ممكن التواصل مع، ربما فيه تعليمات للمصارعين بعدم التصريح أو التركيز جيدا مع النزالات، هذا شيء مفهوم. نحن كل ما نتمناه أنه يتمكنوا في الأخير إن شاء الله من المرور إلى أدوار متقدمة.